اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج يلا نخس. حلقه جديده هنتكلم فيها عن انظمه غذائيه. الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن الكيتو والصيام المتقطع ونظام اللقيمات. النهارده عايزين نعرف ايه الموضوع. معانا دكتور يوسف ادوار، اخصائي العلاج الطبيعي وتاهيل التغذيه العلاجيه مستشفى ملك السلام التخصصي. اهلا بحضرتك يا دكتور يوسف. اهلا وسهلا. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله نشكرك. الناس كلها عماله تتكلم عن الانظمه الغذائيه والصيف وعايزين نخس وتخنا وشكلنا وحش في الهدوم الصيفي. عايزين نعرف نبتدي منين ونعمل ايه. فاحنا موضوعنا بسيط جدا، هو الفكره كلها ازاي نبني جسمنا بالصوره الكويسه جدا. تمام. وبالشكل الهيلثي الصحي بالنسبه لنا من غير ما نعمل اي مشاكل في الجسم. الفكره كلها قايمه ان احنا عندنا الجسم اول حاجه بيتكون من حاجه اسمها كربوهيدرات. تمام. اللي هي السكريات الحلويه او النشويات، وبعد كده عندنا حاجه اسمها بروتين وحاجه اسمها دهون. طبعا لما نسبه الدهون بتزيد عن المعدل الطبيعي بالنسبه لنا، طبعا ده بيدخل الشخص في حته اسمها اوبيز او سمنه. تمام. ده المشكله اللي احنا بنواجهها كتير، واغلب الناس بتبقى عندها وبنشوف الحالات كتير جدا عندها في المستشفى. كله دلوقتي طلع له كرش وكله. انا طبعا انا قبل ما اكون حتى دكتور علاج طبيعي وتغذيه انا كان وزني 95 كيلو. يا خبر ابيض. فكن... راحوا فين دلوقتي؟ لا راحوا خلاص. ان احنا عندنا الدراسه بره مصر بتبقى قايمه على ان احنا جزء اساسي جدا ان انت ازاي هتكون دكتور وبتوجه المريض، وانت ازاي مش قادر تحافظ على وزنك وعلى مظهرك. انت مش قدوه وشكلك مناسب ان انت بالزبط. تنصح الناس. الحته دي بنفتقدها عندنا في مصر شويه. لا خالص، دكتور التغذيه اكتر واحد تخين دلوقتي، واقف النجار مخلع. بالظبط، يعني زي ما المثل بيقول، زي ما حضرتك قلت كده بالظبط. ولكن احنا هنعرف دلوقتي احنا عندنا النسب اللي موجوده في الجسم او النسب الطبيعيه المفروض تبقى كام بالنسبه للكربوهيدرات والبروتين. ده في اليوم السعرات الحراريه المفروض تدخل الجسم في اليوم الواحد. بالظبط، هنحسبها سوا. ده للشخص الطبيعي. اول حاجه احنا عندنا الكربوهيدرات بيكون لها ان احنا كل جرام واحد بيساوي 4 سعر حراري. تمام. ده اول حاجه بالنسبه للكربوهيدرات. طب الجسم المفروض يحتاج قد ايه او بيحرق قد ايه من الكربوهيدرات في اليوم بالنسبه للشخص الطبيعي؟ الكربوهيدرات البسيطه والكربوهيدرات المعقده اللي هي السكريات والنشويات. السكريات الاحاديه اللي هي النشويات اللي هي زي الرز. تمام. او المكرونه والعيش. بالظبط بالظبط كده. فاحنا عندنا هو بيحتاج الجسم من 45% ل 60%. عايزين نكمل بقى، قول لنا ايه الكربوهيدرات والدهون والبروتين. والبروتين اوكي. قلنا ناخد السعرات قد ايه منها كل يوم. طيب هو احنا المفروض الكربوهيدرات احنا عندنا، احنا قلنا ان كل جرام واحد بيساوي 4 سعر حراري. تمام. اوكي، يعني احنا عندنا المفروض الجسم بيحتاج في اليوم من 225 جرام ل 325 جرام. لو ضربناهم في 4 هيطلع لنا نسبه جميله جدا اللي هي من 900 سعر حراري ل 1300 سعر حراري يوميا. ده كربوهيدرات بس. كربوهيدرات بس، ده بيتحرق اصلا منهم من 45 60% من الوجبه الاساسيه او من الاكل اليومي بتاعك اللي انت بتاكله في الانظمه بتاعتك، سواء غدا او فطار او عشاء. تمام. عشان كده بنقول ان الكربوهيدرات مهمه جدا، لان احنا بيطلق عليها كده عندنا وقود الجسم، هي دي اللي بتحركنا. ناخد منها بقى قد ايه مثلا؟ قول لي ناخد مثلا قد ايه رز، قد ايه مكرونه، قد لو ايه لو عيش، شخص قد إيه؟ لو شخص مثلا هنقول لو شخص عنده سمنه بيعاني من مرض السمنه. تمام. بنقسم له، بنحاول نقسم له طبعا الارقام اللي احنا قلناها والنسب اللي قلناها ديت على مدار اليوم، بحيث ان هو مثلا ممكن ياخد الصبح ياخد ثلاث وجبات. لا احنا بيفضل يكون وجبتين اللي هو الفطار والغداء. والغداء بس بلاش عشاء. العشاء احنا بيكون خلينا حاجات أبسط بس شوية. دلوقتي الناس كلها بتتعشى. احنا لازم نقول لهم حاجه للعشاء. لا لا لا، لازم الناس تتعشى طبعا، يعني ده وجبه برده مهمه جدا. احنا لا، الناس دلوقتي كلها بالليل لازم تاكل، الناس كلها بتسهر. احنا عايزين نقول لهم ان احنا ايه اللي هياكلوه بالليل وما نتخنش، او النظام الطبيعي اللي ممكن نعيش عليه بقيه حياتنا لو احنا مش تخان، يعني الشخص الطبيعي. هنيجي للحته ديت في حته الانظمه كمان شويه. تمام. اوكي، بس احنا عندنا دلوقتي ان احنا قلنا ان احنا الجسم بيحتاج قد ايه كربوهيدرات؟ قلنا بيحتاج من 900 ل 1300 سعر حراري، بيتمثلوا في ايه؟ ممكن نحسبهم ازاي لو شخص عنده سمنه؟ ممكن الصبح نص رغيف عيش. تمام. انا بتكلم عن شويه بس. ممكن في الغداء بياخد له من 3 لـ 5 معالق رز، انا بتكلم على كميه. او مكرونه. او مكرونه، او يبدلهم بنص رغيف. دول بحد اقصى. بحد اقصى طبعا. تمام. بس ده الفكره بالنسبه للكربوهيدرات. طب بالنسبه للبروتين. البروتين طبعا اللي احنا عندنا العضلات اللي هي المفروض بتحركنا، يعني احنا من ضمن الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا. الفراخ والاسماك. بالظبط. كل جسم المفروض ان احنا عندنا كل جرام واحد بروتين بيساوي برضه 4 سعر حراري. تمام. الجسم بيحتاج قد ايه؟ جسم الشخص بيحتاج على حسب وزنه. كل 1 جرام بروتين بيساوي كيلو من جسم الانسان. يعني لو حضرتك وزنك 60 هنفترض، يبقى حضرتك بتحتاجي 60 جرام بروتين يوميا. طبعا احنا في مصر ما بنمشيش بالنظام دوت، احنا ممكن ناكل نص فرخه. طبعا ده اقل واجب. بنتكلم طبعا ده بيكون داخل فيه طبعا بروتين ولايبيدز اللي هي دهون بكميات برضه. فدي واحده من ضمن الاسباب. محمره بقى، ما ناكلش مشوي ولا مسلوق ولا الكلام ده خالص، لازم مقلي. حتى لو مسلوقه، حتى لو مسلوقه مثلا في مناطق زي مناطق البرك دبوس، الحتت ديت دي كلها بتكون فيها نسبه فات عاليه، عشان كده ما بننصحش ان هي تتاكل اصلا حتى لو في الدايت.
والله يعني ممكن ناخد الصدر ونشيل من عليه الجلده زي ما بنقول ونسلقه او نشويه، صح كده؟ بالظبط. انا عارف ان الصدر طبعا صعب شويه بالنسبه لناس كتير، ناس عشان كتير ما هو بتحبوش ما بيكونش فعلا. جوسي يعني، العصاره فيه قليله جدا تمام. وبيكون ناشف شويه، بيرك بيكون اطرى. واللحوم مثلا ناخد قد ايه لحمه؟ برضه نفس الفكره، احنا بنتكلم على البروتين بشكل عام، سواء بروتين نباتي او بروتين بروتين حيواني. بالظبط. ده بالنسبه للبروتين. عندنا بعد كده الدهون بقى، الدهون، الدهون بقى الكارثه اللي هي الكبيره الازمه. بقى، الكارثه الكبيره بتاعتنا. على فكره الدهون مفيده، المفاجأة ان هي مفيدة، مش حاجة مفيدة بس بكمية معينة، لكن بالظبط. مش نغرق الأكل سمنة بلدي عشان يبقى بقى الأكل كده بالظبط، تحفة يعني. لا مفيش حاجة كده خالص يعني. احنا عندنا الكل جرام من الدهون بيساوي 9 سعر حراري، طبعا فرق شاسع عن من أربعة الكربوهيدرات سعر حراري بالظبط لتسعة سعر حراري. بالظبط. طيب احنا الدهون عندنا المفروض ان احنا عندنا نسب بالنسبة للرجالة وللستات. بتختلف من ده لده؟ طبعا في حاجه، اول حاجه عندنا حاجه اسمها الدهون الاساسيه. الدهون ديت اللي موجوده المفروض عند اي شخص، النسبه ديت بتبقى طبيعيه جدا، بتكون عند الرجاله من 2 ل 4%، وعند تمام. الستات بتكون من 10 ل 12%. كبيرة أوي النسبة. شويه. هنلاقي الستات دايما في جزء الانظمه الغذائيه وجزء حتى الكلينيكال نيتريشن بشكل عام، الدنيا عندهم بتكون صعبه شويه عن الرجاله. طيب عندنا الناس، طيب اللي بتلعب رياضه مثلا الرياضيين، دول بتكون نسبة الدهون عند الرجالة بتكون من 6 ل 13%، ونسبة بتكون عند الستات من 14 ل 20%. طيب بالنسبة للناس اللي عندها لياقة بدنية، ناس الفيتنس بقى، البادي بيلدينج، طيب بتكون عندهم نسبة الدهون بالنسبة للرجالة 14 ل 17%، وعند الستات من 21 ل 24%. هنرجع تاني للنسب بعد ما ناخد مكالمتنا مع ام شوف ملك. طبعا فضل. ام ملك، ام السلام ملك من عليكم. الجيزة. ايوه ازيك؟ الحمد لله. ممكن اتكلم مع الدكتور؟ يا حبيبتي اتفضلي قولي سؤالك. حضرتك يا دكتور، انا طولي 160 تمام. ووزني 50 كيلو. ايوه. وسنك قد ايه؟ سن سني 30 سنة. عندك اي امراض؟ سكر، ضغط؟ لا مفيش اي حاجة. انت كده عندك نحافة. سليم نسبة بالظبط. فانا عايزة الدكتور يعني يقول لي على حاجة او نظام امشي عليه ان انا ازيد يعني شوية وكده. ماشي، خليكي معانا يا ام ملك، تابعين عن طريق التلفزيون، اسمعي الدكتور هيقول لك ايه. شكرا لاتصالك. اوكي اتفضل طيب، يا دكتور. احنا اهم حاجه عندنا يعني، انا حابب اقول اوضح حاجه، احنا الدكتور مش معاه اقصاء سحريه، هي في يوم وليله هيقول لك خلاص بس تتخن تتخن، قول خس لهم خس. بقى ايه الاكل اللي ممكن ياكلوه يتخنوا بيه وبشكل صحي وبشكل سليم، اوكي. وما نبوظش حاجات تانية بقى في صحتنا. اوكي كمان حاجه، احنا طبعا اي شخص في الدنيا بيعمل دايت تمام بيفقد نسبه من فيتامينز، او بتاثر على الفيتالز المؤشرات الحيويه بتاعته في الجسم، فدي بتعمل له طبعا اسباب كتير جدا، منها ممكن الاستاذه اللي كلمتنا من شويه ممكن يكون عندها انيميا، ممكن تكون انيميك عادي جدا. يعني لازم فاحنا تعمل طبعا تحليل مثلا لازم طبعا اول قبل حاجه ما نديها نظام عشان غذائي، لازم نعرف، نعمل عشان تحليل. نعرف الدكتور دوت ماشي بنظام كويس بيراعي ربنا ولا لا. اول حاجه بيطلبها من البيشنت ان هو لازم يطلب منه بروفايل تحاليل، لازم عشان ايه اتعرف على التحاليل بنية بقى الجسم. المطلوبه عشان نعرف ازاي نخس او ازاي نتخن؟ اول حاجه بتكون عندنا السي بي سي، صوره الدم الكامله تمام. تمام. بعد كده بيكون عندنا لو الشخص سليم النسب بنطلب منه تحليل ستول براز تمام. ليه؟ لان هو بنسبه 99% زي الاستاذه بتكلمني ديت اكيد عندها مشاكل طفيلات، انت تمام. مين بقى ممكن يكون عندها طبعا مسبب لها عسر هضم، فالاكل ما بيتهضمش فمفيش فايده، فخلاص الاكل بينزل زي ما هو. عندنا حاجه تاني اسمها يورين، تحليل البول، بنشوف اذا كان عندها مشاكل املاح او نسبة حاجه أملاح عالية أو بالظبط، حاجة. لان ده هيتوقف عليه النظام الغذائي. عندنا بعد كده ممكن لو هي عندها مشاكل في الغده، تي اس اتش، غده درقيه، ممكن بعد كده بنعمل حاجه اسمها بي تي اتش اللي هي باراثيرويد جلاند هرموني اللي هي غدد الجرات الدرقيه، وديت بنشوفها فكره ان الستات اكتر، فكره اوبيز او سليم نس عندهم نحافه سمنه او نحافه، بنشوف ان هو شعرهم بيقع، عظمهم، وجيعهم على طول. تمام. فطبعا المريض طبعا في دماغه بيجي اول حاجه في دماغه فيتامين دي. تمام. انا كطبيعتي كدكتور ما برضاش اخليه يعمل فيتامين دي، بخليه هيعمل حاجه اسمها اللي انا سائل عليها باراثيرويد جلاند هرموني اللي هي بي تي اتش، غدد الجرات الدرقيه، الهرمون بتاعها. ليه؟ لان تحليل الفيتامين دي بيكون غالي جدا، فبحاول اقتصر على المريض مسافه ان هو احنا في وقت صعب برضه والدنيا عندنا مش افضل حاجه. دي بعض التحاليل اللي احنا لازم نعملها تمام. طيب لو شخص عنده سمنه بنزود على البروفايل دوت حاجه اسمها لايبيدز بروفايل، صورته الدهون الكامله نعرف من خلالها الدهون الثلاثيه والدهون اللي هي زي الكوليسترول. طب احنا عايزين نعرف هي تاخد ايه بقى، تاكل هنقول ايه هي مثلا؟ تاخد ايه. طيب هي تاخد ايه؟ طبعا اول حاجه احنا عندنا حاجه زي الالبان او البروتينات زي البيض مثلا في الفطار، انا هتكلم عن تمام. وجبات، مثلا هتاخد لها مثلا كميه زي 4 بيضات. طيب الـ4 بيضات هيتاكلوا في طقه واحده مره واحده؟
لا مش هتاكله مره واحده، هتقسمهم على الثلاث وجبات. لا مش على الثلاث وجبات، هتقسمه عادي في فتره الفطار بس، تفطر مرتين مثلا بالظبط، كل ساعتين او كل ثلاث ساعات مثلا تقوم فطرانه وتفطر يعني تاني كمان شويه. يعني مواعيد مثلا الانظمه، احنا مواعيدنا في الفطار مثلا وجبات الفطار بيكون من 9 ل 11، ده مواعيد الانسان الطبيعي اللي بيصحى ملتزم. استاذنك بس يا دكتور، معانا احمد من اسكندريه. أفضل. معلش اتفضل استاذ احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم يا فندم، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر. اوكي. تمام. وعندي النسبه 300. تمام. فانا عايز نظام اكل كده، يعني خلي بالك انا بمشي في اليوم 7 8 كيلو يعني حسب شغلي في الجبل. باكل يعني مش باكل يعني باكل في الطاقه 3 4 تغيفه 5. اوكي. بس باكل فاكهه كتير وخضار كتير، الخضار ده زي ما تقول ممكن طماطم كيلو في الطاقه ولا يهمك. طيب بناكل فاكهه زي ايه؟ عنب، مانجا، رمان. طيب احنا عندنا 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 بالنسبه لمريض السكر، مش عارف الدكتور بتاع السكر لو انت متابع معاه، المفروض ان هو يمنعك من حاجه اسمها عنب، حاجه اسمها مانجا، حاجه اسمها بلح، حاجه اسمها تين. اوكي. الحاجات دي ممنوعه منعا باتا لمريض السكر. ليه؟ لانها فيها نسبه سكريات عاليه جدا، ممكن تسبب لي مشاكل كبيره جدا انا في غنى عنها. اوكي. تمام. فكره العيش، لو انت بتاكل قد ايه في اليوم مثلا عيش في الطاقه؟ باكل في الطاقه ممكن من 3 لغايه 4. ده كتير جدا. حضرتك مريض سكر. احنا المفروض ان احنا المفروض ان احنا لو انا مريض سكر والسكر عندي مظبوط، بتكلم ان هو مظبوط وباخد العلاج في ميعاده، المفروض ان انا باخد مثلا في الفطار مثلا باخد لي رغيف، باجي في وقت الغداء باجي اخد مثلا بنفس الفكره 3 معالق رز او مكرونه بمعدل نص رغيف عيش، وفي العشاء ما باخدش عيش خالص. اوكي. عشان الرز ما باكلوش خالص ولا المكرونه. اوكي، يبقى نشيل الرز والمكرونه نحط مكرونه ونص رغيف عيش في الغداء. تمام. اوكي. البروتين ما فيش منه مشكله، نبعد بس عن الحاجات الدهنيه زي السمنه والزيت والحاجات المقليه الكلام ده كله، لكن اللحوم ما فيش منها اي مشكله، باقي الفاكهه ما فيهاش اي مشكله. تمام. بس ناكلها بنسبه معينه بس. بالزبط. ما تكترش يعني، ما تحرمش نفسك بس ناكلها بالظبط يعني مثلا، بس في حاجات لازم تكون ممنوعه زي مثلا العنب. العنب طبعا سكره عالي، ما ينفعش حتى لو عنبايه واحده يعني. انا في اليوم 2 3 كيلو عنب. ما شاء الله. كل يوم ربنا يديك الصحه. لا نحاول نقللهم الوقت الجاي ونلتزم بالحاجات اللي انا قلت لك عليها، صدقني الدنيا تتظبط معاك اكتر وانت هتحس بالفرق. نشكرك على اتصالك يا استاذ احمد، تابعنا عن طريق التلفزيون. نرجع نكمل الاستاذ ملك. انا عايز اعرف بقى ازاي ايه اللي تاكله عشان تتخن شويه. احنا قلنا ان احنا في الفطار قلنا الاربع بيضات دول هيتقسموا، الفطار بيكون عندها من 9 ل 11، فهي ممكن تاخد لو كل نص ساعه بيض. تمام. مع رغيفين عيش، رغيفين العيش دول رغيفين احنا بنعوض، هو هياكل نص رغيف رغيفين. بالظبط. طبعا هي كل دوت المفروض ان هي مع حركه، يعني هي مش تقعد. تمام. اوكي. وهي لما الشخص بيزيد، الشخص بيفتكر ان هو هيجي هيزيد، يطلع له بطن ويطلع له ارتجاف ويطلع له حاجات غريبه. ما هي بالحركه بقى الاكل ده هيتوزع. بالظبط. لكن لو فهيتحرق. تمام. فهيديني بروتين، نسبه البروتين هتلاقيها عاليه عندي، ونسبه اللايبلز لو هي مش كويسه هنلاقيها بتنزل لوحدها. تمام. ده الفطار. الغدا بقى، الغدا بتاعنا تمام. بتاخد فيه طبق رز مفيش منه مشكله خالص، لو طبق رز اللي هو العادي ممكن يكون 5 6 معالق. تمام. 7 مفيش مشكله. الخضار طبعا مهم جدا، السلطه طبعا مهمه جدا سواء الشخص ده بيتخن او بيخس. تمام. البروتين مفيش منه اي مشكله، بس برضو بنحاول ان احنا نبعد عن حاجه اسمها في الفراخ، اللحمه طيب بنبعد عن حاجه الضاني اللي فيها لايبيدز كتير جدا، المناطق اللي هي بيبقى فيها دهن كتير. الحاجات المحمره، الحاجات ديت برضو بتبقى يعني بتسبب لي ازمه حتى لو انا رفيع. مش عايزين نزود نسبه الدهون حتى لو احنا عايزين نتخن. عايزين جسمنا يبقى صحي، لان الدهون دي هتاثر علينا فيما بعد. بالظبط. عشان كده في ناس عندنا سمنه سواء عندنا نحافه. بالظبط. عشان كده في ناس كتير جدا بتبقى موجوده عندي، يعني الشخص يكون وصل للوزن المثالي بس مش مثلا مش متوزع صح. لا لا انا بتكلم شخص وصل للوزن المثالي وكان عنده نحافه، وصل للوزن المثالي وخلاص، هو مش طلعلوش بطن، ما حصلوش تسادي، ما حصلوش اي مشكله من المشاكل دي. وبالنسبه للعشاء هتتعشى ايه؟ العشاء طبعا بيكون الطبيعي لاي شخص في الدنيا بيكون زبادي، كوب لبن. طيب الحاجات ديت مش هتشبعنا، بسمع كلام كتير جدا. نحط عليها مربى بقى. ممكن مربى. هي النحافه نحط عليها مربى. مش مريض السكر. مريض السكر نحط عليها شوفان. اوكي. ممكن نحط مربى، ممكن نحط عسل، يفضل العسل عن المربى طبعا، عسل طبيعي. لا انا قصدي ان حاجه فيها سكر يعني اساسا هي النحافه مسموح لها. دايما لما حد نشوفه رفيع نقول كل مفتقه عشان تتخن. بالظبط. لكن بالظبط كده. لكن نشوف مشكله بولا. نشوف بولا معانا. ايوه بولا. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك؟
ازي حضرتك؟ اتفضل الدكتور معاك سؤالك. ممكن نكلم الدكتور؟ اه اتفضل. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا هند. دكتور انا كنت عايز اقول بس ان انا وزني حاجه و80 وطولي 175. طولك 175؟ نزل الكاش ده. طول 175 يا بولا؟ 175. اه. وسن حضرتك قد ايه يا استاذ بولا؟ نعم. وسنك قد ايه؟ 20. اوكي تمام. طيب انت قلت لي عندك مشكله ايه بتقول لي؟ وزني زياده شويه. وزني اوكي هو اوبيز طبعا هنلاقي اكيد عندك بطن. بس 85 من 75 نعم. مش بالنسبه ديت. ليها حسابات ثانيه. طيب احنا طبعا احنا اكيد عندنا بطن. طبعا. اوكي طيب طبعا اعتقد ان هي دي مشكلتك مع جزء بسيط في التسالي. تمام خلاص خلاص. تابعنا يا استاذ بولا شكرا لاتصالك. تابعنا عن طريق التلفزيون. مع السلامه. طيب اتفضل يا دكتور يوسف. طبعا ده نظام سمنه، ده حاله بسيطه جدا مش حاله اوفر دوز. هو الفكره كلها في توزيع الجسم. تمام. هنا مشكله عندي الكرش. الشعب المصري كله بيعاني من الكرش. طيب الكرش بيظهر ليه؟ بما ان احنا دخلنا في موضوع حته البطن. ليه بيظهر؟ طيب احنا عندنا حاجه اسمها الابدومينال ماسلز او عضلات البطن. دي بتبقى عامله زي الحزام بالظبط. تمام. لافف حوالين الجسم. تمام. طيب ليه بيحصل تراكم من الدهون او الفات في المنطقه ديت؟ بسبب ارتخاء او ضعف العضلات بتاعه البطن. طيب لو جربت حضرتك وحضرتك ان انت تعملي تمارين خاصه بتقويه عضلات البطن هنلاقي في فرق شاسع. هنلاقي البطن كلها الارداف والاجناب اللي جزء بتاع البطن اللي طالعه كلها بتتلم في منطقه واحده، لان العضلات بتكون حصل لها ايه؟ كونتراكت او شد او تقويه زياده. ده بعد التمارين. طبعا بعد التمارين. تكون ضعيفه قبل التمارين. طب عشان كده التمارين اللي ممكن نعملها، في تمرين شهير جدا ممكن نعمله زي ان احنا نشفط بطننا. تمام. دوت نشفط نقعد 5 ثواني نحس ان احنا نفسنا طبعا بيضيق شويه او بنمنع النفس. ناخد نفس ونرجع نشفط. نرجع تاني بالظبط. التمرين بالذات واحنا ماشيين مش كده؟ طبعا لازم اكون واقف، ما ينفعش اكون نايم طبعا عشان النفس بتاعي. تمام. ده حاجه مهمه جدا والتمرين ده هيساعد كتير قوي. هيلاحظ الفرق طبعا مع النظام الغذائي. تمام. ايه الاكل بقى اللي ممكن ياكله مثلا؟ ولا مفيش حاجه، مفيش نظام غذائي معين ان احنا نخس بيه الكرش او الارداف او الايد؟ لا هو مفيش حاجه الكلام ده اخطاء طبعا. لا لا لا، الطبيعي للانسان ان عندنا اصعب منطقه في الجسم هي البطن. تمام. منطقه الشيست او الصدر او الوجه بتنزل، دي اول حاجه بتنزل مع الاكتاف، دي بنلاحظها جدا في اللبس. بعد دي اول ما نبتدي اي نظام أول غذائي. اول ما نبتدي اي نظام غذائي هتنزل ال 2 كيلو، الكيلو اللي هتنزله هتنزله من فوق مش هتنزله من اي حته تاني. طيب بعد كده بينزل على الارداف. يعني الناس متخيله بتنزل على البطن، لا البطن دي اخر حاجه. حتى لو حضرتك عملت نظام غذائي ونزلت وبطنك نزلت هيفضل جزء صغير جدا مترسب من الدهون هيحتاج منك تمارين شاقه جدا عشان تنزلها. الفكره كلها في الصبر. الفكره طيب كلها عايز لازم يكون كل واحد عنده اراده، سواء عايز يتخن سواء عايز يخس. بالظبط. الدكتور بيكون شغله 30% فيسيولوجي، الشغل ده بتاع الدكتور 30%، في 70% نفس عليك ان انت تكون متقبل نفسك. طب يا دكتور بقى هو ده السؤال المهم اللي احنا عايزين نساله. مثلا المفروض الشخص اللي عايز يخس يخس قد ايه مثلا خلال الاسبوع ده يبقى معدل طبيعي؟ اوكي هو الطبيعي سواء الشخص بيتخن او بينزل، بيتخن او بينزل من 2 من نص كيلو ل 2 كيلو في الاسبوع، ده المعدل الطبيعي بمعدل من 8 ل 10 كيلو في الشهر. احنا هنرجع لسؤالنا تاني يا دكتور معلش، بس معانا عرابي من البحيره نقول له اهلا. الو استاذ عرابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبالنسبه للتغذيه عشان سقوط الشعر. اتفضل. يعني شعره عند ابني انا دايما شعره بينزل كتل. استاذ عرابي سمعنا شعره بينزل كتير. سمك. هو وزنه قد ايه؟ طوله قد ايه؟ سنه قد ايه؟ بينزل والله كتير. هو الفكره كلها هنا ان احنا نحتاج من حضرتك زي ما انا هو كنت سنه 24 سنه. اوكي احنا هنحتاج يعمل تحليل حاجه اسمها بي تي اتش، غدد جراد درقيه. تمام. وهيعمل الكالسيوم. ليه؟ هنشوف العلاقه ما بين فيتامين دي، عشان فيتامين دي ده حاجه اساسيه جدا فكره سقوط الشعر او وقوعه. تمام. والكالسيوم ده لو ما عندوش اي مشكله نفسيه او اي حاجه مضايقاه. شكرا يا استاذ عرابي. تابعنا عن طريق التلفزيون. اتفضل يا دكتور. لان زي ما كنت لسه بوضح لحضرتك احنا شغلنا 30% فيسيولوجي و 70% نفسي، ده بتاع المريض. تمام. 70% لو انت شخص بتعمل كل حاجه في الدنيا ومتابع مع احسن دكتور
بس انت نفسيتك تعبانه مش متقبل نفسك مش هتنزل مستحيل. يعني الشعر ممكن ينزل نفسي مش بس عشان في مشكله؟ طبعا بعض الامراض زي الثعلبه بيكون من اسبابها النفسيه. مش بس الوزن. نرجع بقى تاني يا دكتور لسؤالنا، ازاي ننزل في الوزن وازاي نطلع اللي عايز النحافه او السمنه في خلال الاسبوع مثلا؟ ايه المعدل المثالي ان احنا ننزل بيه او نطلع بيه؟ احنا المعدل المثالي بتاعنا قلنا من نص كيلو ل 2 كيلو في الاسبوع، سواء بننزل او بنزيد. اوكي تمام، من نص يعني كيلو ل 2 كيلو. يعني مش اكتر من كده. لا، اي دكتور المعدل اللي اكتر من كده خطر، صح؟ طبعا، لان انا اي دكتور، احنا كده اتعلمنا بره ان اي دكتور بيعمل اي حاجه ثانيه بتسبب زياده في الوزن، زي مثلا ان انا انزل 5 كيلو 8 كيلو في الاسبوع. ساعات بنسمع في خلال 3 ايام تنزلي 6 كيلو، مش عارفه ايه. انا كده ده شخص بيرتكب حاجه اسمها كريمنال ميديكال، اللي هي او الميديكال كريمنال، اللي هي الجريمه الطبيه طبعا، بيرتكبها في حق الشخص. ده شيء طبعا غلط جدا، انا كده برتكب جريمه في حق الجسم، انا اتحاسب عليها قانونيا كمان. يا خبر مش بس ربيع. طبعا، لان انا لما بعمل كده انا مش بينزل بس دهون، انا بينزل معايا زي ما قلت لحضرتك ان في فيتامينز في العضلات والكلام ده كله بيأثر عليه. طبعا. هنسمع مشكلة إناس ونرجع لك تاني يا دكتور. أوكي. إناس، ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي قولي سؤالك. أهلا وسهلا. أنا عايزة أنا أخس يعني شوية. وزنك قد إيه يا إناس؟ 95. 95؟ للطول؟ وطولك قد إيه؟ 65. 100 و 65. 165. وسنك قد ايه يا ايناس؟ 20 سنه. 20 سنه، ده انت صغيره خالص، بنوته يعني. بنوته لسه. طيب يا ايناس، اسمعينا بقى عن طريق التلفزيون الدكتور هيرد عليك. شكرا لاتصالك يا ايناس. طيب، طبعا هنقول النظام زي ما قلنا، فكره النظام بتاع السليمنس او النحافه، هنقول النظام اللي هيمشي مع استاذ بولا واستاذ ايناس. اوكي؟ طيب، النظام اللي هيمشي معاهم، احنا طبعا الصبح هيكون اكلنا كله، طبعا انا بفضل ان احنا يكون الصبح من غير اي نشويات او كربوهيدرات. تمام، ممكن لو حطينا نحط من ربع نص رغيف، تمام، مع كوب لبن وبيضايه. خالي الدسم ولا كامل الدسم اللبن؟ في مصر هنا عندنا او في القاهره بشكل عام احنا ما عندناش حاجه اسمها خالي الدسم للاسف او كامل الدسم. احنا بنتكلم ان المعلبات. المعلبات طيب، عشان بيكتب عليها خالي الدسم. الكلام ده يا جماعه في الصعيد بس، الصعيد بس هو اللي نقول خالي الدسم، لكن في القاهره عندنا هنا ما وياخدوا ايه تاني على الغداء؟ الغداء هناخد ربع مثلا فرخه مشويه. تمام، زائد 3 معالق رز او مكرونه او نص رغيف عيش مع طبق سلطه كبير. العشاء؟ العشاء بتاعنا هيكون عباره عن كوب زبادي زائد ثمر فاكهه، مفيش زبادي، ممكن لبن، مفيش لبن، ممكن ثمره فاكهه صغيره، مش ثمره فاكهه هناكل بطيخه كامله. لا، مفيش حاجه، مش بطيخ، هو البطيخ طبعا. ايوه، اصل في ناس بتاكل بقى ثمره الفاكهه دي. كل زي ما انت عايز، كل من زي ما انت عايز في الفاكهه والخضار، زي مثلا التفاح. تمام، تاكل زي ما انت عايز، بكبير الانسان هياخد له 3 تفاحات بس. تفاحات في العشاء ينفع؟ عايز 3 تفاحات؟ مفيش مشكله، لان مفيش مشكله. هو الفكره كلها ان هو هيتعشى امتى؟ لازم قبل النوم فعلا بثلاث ساعات ولا؟ بالظبط، طبعا طبعا طبعا، ثلاث ساعات، من ساعتين لثلاثه لازم عشان يكون الاكل اتهضم. طيب، اديكي سمعت يا ايناس النظام، واستاذ بولا سمع النظام. معانا ام احمد من القاهره. الو. الو، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، اتفضلي. يا دكتور اهلا وسهلا حضرتك. انا طولي 160. اوكي. وزني 130. ماشي. 131 بالظبط. اوكي. انا بعمل دايت بس باكل اكل يعني العادي اللي في البيت، يعني احنا ايه، من بيت متوسط، يعني اي اكل باكله، بس ما باكلش عيش، باكل رغيفين سن. ده صح ولا غلط؟ انت سنك قد ايه؟ وحاجه تاني، مش يعني ما بنزلش، اكل زي ما اكلش، ما بنزلش. وزني ثابت. السن قد ايه؟ على 131. السن قد ايه؟ 24 سنة. اوكي. 24 سنة. اوكي. متجوزة ومعايا 3 أطفال. اوكي، عاملين أي عمليات تانية؟ فيصلي بس، مش عاملة أي عملية تاني، بس ما بنزلش في الوزن خالص. عندك أمراض يعني يا أم أحمد أو حاجة؟ لا، ما عنديش أي حاجة. الحمد لله يا حبيبتي. خلاص، تابعينا عن طريق التلفزيون يا حبيبتي. باي باي. احنا الحالة اللي زي كده، احنا بنستخدم مع حاجة، أول حاجة طبعًا بتاخد مالتي فيتامينز مع الدايت اللي هي هتعمله، زي ما احنا قلنا طبعًا
الناس اللي زي كده ما نستغربش ان هي وزنها كبير، ممكن يكون عندها برضو انيميا عالي جدا. الرقم ما بين الانيميا، الناس بتفتكر ان انا عشان وزني ممكن يكون كويس بقى وان انا تخين، بس ما عنديش انيميا. لا بيجي لهم انيميا، بيجي لهم انيميا طبعا، لان الزياده اللي عندهم دي بتكون دهون. اوكي، فاحنا دي مشكله بتقابلنا. فاحنا اول حاجه طبعا بنكتب لها ان هي بتكون طبعا عندها حاجه زي مثلا الاوميجا 3 لو بنسمع عنه طبعا، واكيد مشهور جدا بالنسبه لنا بناخده. تمام، ده واحده من ضمن الفيتامينز اللي احنا بناخدها. بعد كده احنا بنطلب منها طبعا البروفايل اللي احنا شفناه عشان نشوف المشاكل اللي عندها فين بالظبط، وبنزود عليها كمان الحالات اللي زي كده حاجه اسمها الليفر فانكشن وكيدني فانكشن اللي هي وظائف الكبد ووظائف الكلى. ليه؟ لان يكون ممكن يكون عندها مشاكل تانية. طبعا في الحاله ديت انا بوجهها لدكتور جهاز هضمي. تمام، ده الاول، وبعد كده تروح نظام. لا لا لا، بتكمل معايا مفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب، ناس بتسالني كتير جدا الحالات اللي زي كده هل بتاخد ادويه؟ لا، احنا للاسف في مصر هنا ما عندناش اي دواء. طبعا انا في حاجه اسمها سيلف ستوميك او عمليات اللي هي تكميم للمعده. تمام، ديت ما بفضلهاش انا. انا كدكتور كفيزيوثيرابيست دكتور علاج طبيعي ما بفضلش قوي شغل الجراحه او شغل الكيميكال ادويه. فاخر حاجه ممكن يلجأ لها خالص اللي هي العمليات، ودي انا في شغلي انا ما بلجأ لهاش اصلا. خلينا في النظام الغذائي. معانا كرولوس من الجيزه. الو الو الو، ازيك يا كرولوس؟ ازيك يا دكتور؟ اتفضل دكتور معاك. ازيك يا دكتور يوسف؟ اهلا اهلا وسهلا. انا سني 21 سنه. اوكي. ووزني 60 كيلو. وطول؟ تمام، طولي 178. 178 ده انا حافظ مع اسمس. فانا محتاج، انا يعني عندي مشكله في ان انا مش بعرف جسمي يملى بسرعه. اوكي، فانا مش عارف ايه المشكله. حضرتك هتروح تعمل تحليل سي بي سي وتحليل ستول اللي هو البراز، صوره الدم كامله وتحليل براز. 90% هيكون عند حضرتك عسر هضم. تمام، هيكون بسبب طفيلات او حاجه. هنكون بنتوجه لدكتور جهاز هضمي، بنكون بنعالج المشكله ديت مع دكتور تغذيه، هنكون نمشي معاه على نظام غذائي. نظام الغذائي هوضحه لحضرتك تاني، احنا لسه متكلمين فيه. لسه متكلمين عنه. نشكر لك لاتصالك يا كرولوس. تابعنا عن طريق التلفزيون. نفس النظام الغذائي اللي لسه قايلينه من شويه. بس طبعا زي ما قلت لك، اربع بيضات مثلا على الفطار مع خضار مع بالزبط. كوبايه لبن او كوبايه زبادي، صح كده؟ بالظبط زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. ورغيفين عيش. ايوه، هنعوض اللي احنا حرمنا منه نعوضه تاني. بالظبط. عايزين نرجع بقى لاسئلتنا. السؤال اللي احنا عايزين الناس كلها بتساله، انا وزني بيثبت، يعني لما بيعمل دايت وزنه بقى بيثبت، يجي فتره كده تحس ان الجسم مش عايز ينزل، ايه اللي بيحصل بقى؟ طيب، احنا لو بنطلع على ميزان عادي لازم نروح نعمل حاجه اسمها ان بودي. تمام. أيوه. بنعمل اناليسز للجسم، تحليل المواد الموجوده، نشوف البروتين كام، العظم كام، الدهون كام، النشويات اللي احنا بناخدها اللي احنا لسه متكلمين عنها الكربوهيدرات دي بتبقى كام. ناس كتير قوي بتطلع على الميزان العادي الميزان الرقمي، بتلاقي نفسها مثلا لو يكون 60 كيلو فيروح على ميزان الان بودي فيقول ايه ده انا ما زدتش. طيب، هو بيكون ممكن يكون زاد في الحاله ديت عضلات. تمام، بس الميزان الرقمي مش بيوضح دوت، اللي بيوضح دوت زي ما قلت لحضرتك ايه؟ الان بودي. فدي حاجه اساسيه جدا، لازم اسبوعيا لو انت ماشي على نظام غذائي لازم تكون بتتابع دوت، ان انت كل اسبوع تعمل ان بودي. طب لان انا بخس اركز على الدهون اشوف ايه اللي بيحصل، لان انا لو وزني ثابت ممكن تكون الدهون بتقل والعضلات بتزيد، فدي حاجه كويسه جدا، بس وزن ثابت فهتلاقي ان انت في مناطق بتخس بس وزنك ثابت. فدي يعني حاجة، دي ما فيهاش مشكله. لا، بس دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه جدا طبعا، لان انت كل الدهون اللي عندك بتتحرق. بس بنغير بقى النظام الغذائي في الوقت ده عشان الجسم يبتدي يحرق اكتر، ولا هو اوريدي الجسم بيحرق بس احنا اللي مش واخدين بالنا؟ هو اوريدي النظام بيتجدد كل اسبوع. تمام، ده صح. معانا يا دكتور ورده من الجيزه. الو. ايوه دكتور، ازيك؟ الو، سهل. ازيك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك، عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي سؤالك. يلا. انا بقول سؤالي، انا الصبح باكل رغيف، وفي العشاء يعني في الغداء باكل مثلا رغيف ونص، وفي في العشاء ما بتعشاش خالص. طيب، يعني مثلا حته كده خيار حاجه بس. يعني انت بتتغدي يعني كويس بس ما بتتعشيش؟ ورده انا مش سامعاكي كويس. بقول لك انا التخن كله عندي، التخن كله فوق. انت وزنك قد ايه يا ورده؟
65 95 95 اوكي. وطولك قد ايه يا ورده؟ 165 165. وسنك قد ايه؟ ايه سنك قد ايه؟ 20 سنه. بقول انا بتعشى مثلا بفطر الفطار بفطر رغيف مثلا، والعشاء مثلا نقول رغيف مثلا. تمام. والعشاء؟ العشاء ما بتعشاش خالص، يعني فقرات كده ما بتعشاش خالص. بس تاكلي حلويات كتير طيب؟ لا لا حلويات ولا اي حاجه، يعني فاكهه يعني كده يعني. فاكهه زي ايه طيب؟ يعني برتقانه حاجه يعني اي حاجه. عنب مثلا؟ بلح مثلا؟ لا. موز؟ لا لا. اوكي. بطيخ؟ بطيخ. بدناك البطيخ وشمام. طبعا. طب احنا كده بوظنا اللي انا بعوض. مش بالليل يعني، الصبح ده اوكي. بس لازم ناكلهم برضو بكميه معينه، ما ناكلهمش كتير. خليكي معانا ورده تبعي الدكتور. شكرا لاتصالك يا ورده. طبعا احنا اللخبطه اللي عندها دي كلها بسبب ان هي ما بتاخدش وجبه العشاء، ده شيء اساسي جدا لازم ما ينفعش. طبعا في انظمه الفاستنج بيقول لك ان احنا لازم تكون صايم من 6 ل 8 ساعات، اللي هو انا بضيع وجبه الفطار، ودي بعض الانظمه كلها ماشيه عليها زي الكيتو وغيره وغيره. الانظمه الكيميائيه ان انا اكل خضار بس او فاكهه بس. احنا لسه عايزين نتكلم عنهم، هنيجي نتكلم عنهم بالتفصيل. ولكن الفكره كلها ان انا مشكله ورده مشكله ورده ان انا لازم امشي على نظام 3 وجبات لازم في يومي. جسمك بيحتاج نقسم الاكل بقى على الثلاث وجبات بشكل بالزبط. صح بالظبط. وما ناكلش فاكهه. العنب بقى، العنب والبطيخ والشمام فيهم سكر كتير. طبعا ده 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 موسم الصيف كله عنب وبطيخ وشمام. للاسف هي دي النقطه اللي احنا بنعاني فيها كده. طب يعني المفروض ناكل قد ايه مثلا منهم عشان ما نتخنش منهم بقى؟ لو انا شخص عادي ما عنديش سكر طبعا ممكن اكل العنب مثلا عادي، ممكن اكل عنقود. العنقود بيبقى فيه 4-5 حبات، مش عنقود كبير، بكلم الفرع. اوكي. لان في ناس طبعا بتختار العنقود. ممكن ناخد لا العنقود مش على بعض فرع يا جماعه، مش عنقود، لان ده مهم جدا طبعا الكميه اللي احنا بنحسبها. طيب البطيخ ممكن ناخد مثلا قطعتين بطيخ بالظبط ده في اليوم كله. طبعا في اليوم كله. والشمام نفس الفكره. نفس الفكره نفس الفكره. معانا اسماء من اسماعيليه. ايوه يا اسماء. الو 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 الو. اتفضلي يا اسماء. دكتور معال، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي ايه سؤالك؟ انا عمري 25 سنه. ايوه. وطولي 160. ايوه. اوكي. وعندي 80 كيلو. 80 كيلو. تمام. عايزه تخسي طبعا. عايزه اخس 10 كيلو. عايزه تخسي 10 كيلو بس مش 20؟ عشان تبقى وزنك مثالي مثلا 10 كيلو بس. طيب احنا طيب خليكي معانا يا اسماء تبع الدكتور. اشكرك لاتصالك. اتفضل يا دكتور. الفكره هنا مش بس فكره وزن زياده. تمام. ممكن تنزل ال 5 كيلو او ال 10 كيلو اللي هي بتقول عليهم، بس تحس برضه نفسها ان هي عشان مش متوزع صح. مش متوزع صح. فكره في التوزيع. التوزيع ده بيجي ازاي؟ ان انا ابدا صح، فابتدي انزل بالشكل اللي قلت الحركه عليه من شويه، ان احنا الكتف ومنطقه الشيست كل ده بينزل الاول، بعد كده الارداف، بعد كده منطقه تفرح قوي ما وشها بيخس. لا طبعا. وبعد كده بقى يبتدوا جسمهم ما يخسش. انا بص وشي دبل، وشي ما بان عليه الخساسين فعلا. انا عندي حاله جات لي المستشفى، كانت متابعه مع دكتور بره. بدون ذكر اسماء. هي جات لي وهي بتقول لي انا وشي خلاص راح، بس جسمي بقى كويس. فبقول لها طيب يعني بتقول لي نضارة البشره بقى والوش ده يرجع تاني ازاي؟ يرجع تاني ازاي؟ ان انا التزم طبعا بشرب الميه. احنا المفروض ان احنا لينا ميه، بيكون طبعا بنشرب الصبح مش بالليل عشان الميه ما تتخزنش في الجسم، وبتكون على الاقل 3 لتر يوميا. احنا عايزين بقى نقول يا دكتور ان المفروض ان اي نظام غذائي هنمشي عليه نلعب معاه رياضه، سواء سمنه او نحافه صح؟ حتى لو او نمشي حتى بس حتى لو كان الشخص حتى بريجننت، شخص لو ست حامل. لان الناس تمشي على النظام الغذائي بس ما بيتحركوش برضه، فيقول لك انا جسمي مش عارف ايه ورجلي تعبانه. هنجي لها في حته السعر الحراري، لان ديت حاجه مهمه جدا بتفرق معانا جدا 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 يعني. طيب الاوقات اللي ينفع امشيه او قد ايه في الاسبوع؟ تمام. انا بيكون معايا 30 دقيقه في اليوم. تمام. كل يوم 30 دقيقه. يعني 210 في الاسبوع. حاجه بسيطه خالص، بتكلم في حاجه يعني. طب انت لو رايحين السوق راجعين من السوق نزلنا، الاستاذ اللي كان بيكلمنا بيقول لنا 7 كيلو 8 كيلو، فده يعني ده ممتاز، ده انت تلاقي معدل الحرق عندك كويس. ما شاء الله. ايه العادات بقى؟ ايوه 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 يا روجينا. الو روجينا. الو الو. ازيك؟ الو. ايوه الو. السلام عليكم. الحمد لله تمام. عامله ايه؟ كويسه؟ ايه مشكلتك؟ الحمد لله تمام. ايه مشكلتك او ايه سؤالك؟
انا رفيعة جدا فحب اتخن شوية. يعني وزن حضرتك قد ايه يا روجينا؟ 156. 56؟ 56. وطولك؟ 160. 160. ماشي يا روجينا، تابعي الدكتور عن طريق التلفزيون، اشكرك لاتصالك. طبعا نفس الفكره، نطلب منها التحاليل اللي انا لسه قلت عليها، اللي هي السي بي سي والستول واليورين، تمام، اللي هو البراز وصوره الدم الكامله والبول. ده طبيعي جدا لازم نطلبه منها. والنحافه برضو لازم نلعب رياضه او نمشي؟ اه طبعا لازم نلعب رياضه، لان انا هتخن، هتخن ايه؟ انا مش عايز ان انا اتخن، مش عايز يتكوم في مكان معين، لا عايز يتوزع على الجسم كله، يبقى شكل كويس. الجسم كله انا ببني شكل كويس. ده حاجه منظم طبعا، احنا لسه متكلمين عنه من شويه. قول لنا بقى يا دكتور، الانظمه الغذائيه اللي احنا عمالين نسمع عنها، الصيام المتقطع، أيوان، اللقيمات، نظام الكيتو، نظام الكيميائي، أول كل حاجة دكتور بيرشح نظام. اول حاجه في من ضمن الحاجات العادات برضو والانظمه، يعني احنا هناخد العادات والانظمه مع بعض. العادات طبعا السيئه جدا ان انا اروح للدكتور اقول له ان انا عايز اعمل جلسات كافيتيشن ميزوسيرابي، تمام، اللي هي الحقن. لا يعني انا لما الشخص بيجي لي كده فعلا انا بقول له اتفضل مع السلامه، ما تجيش تاني. ليه؟ لان ده غلط مش صح. انا دور الاول ان انا امشي على نظام غذائي، اخر حاجه ممكن افكر فيها الجلسات لو انا واقف على منطقه البطن زي ما كنت بوضح لحضرتك. اخد بقى جلسات عشان اكمل بيها. بالظبط، في دكاتره طبعا بترعيش ربنا، بس في دلوقتي دكاتره اول ما تدخل نركب الابر تقريبا الصينيه. أيوان او كده. ايوان ايوان بقى برضو، يعني انا ما بفضلش دلوقتي، احنا دورنا بنتعامل مع الجسم كشغل فايترز، مؤشرات حيويه، انا بتكلم على بنيه جسم معين، الميتابوليك بتاعته. ده الفكره، نظام غذائي سليم عشان ما نبقاش فاكرين ان الدايت ده فتره معينه هخس، لا احنا ده نظام حياه هتكمل عليه بقيه حياتك. بالزبط. عشان تحافظ على وزنك وتحافظ على شكلك. بالظبط، احنا عندنا مدرستين، لسه بقول لحضرتك ان احنا عندنا مدرستين في فكره التغذيه. المدرسه الاولانيه بتعتمد على الانظمه الكيميائيه والكيتو والفاستنج اللي احنا بنشوفها، تمام. المدرسه الثانيه بتعتمد على النظام الغذائي اللي انا او النظام الغذائي الطبيعي اللي انا شغال بيه واللي انا وضحته لحضرتك مع الناس. هنشوف بس ساره ونرجع لحضرتك تاني يا دكتور نتكلم على الانظمه. ايوه يا ساره. الو الو عليكم. الو الو. ايوه يا ساره معاكي. ايوه اتفضلي سؤالك. انا عندي بنت 8 سنين ضعيفه خالص. 8 سنين. 8 سنين. اه وزنها قد ايه؟ طيب انا ما وزنتهاش قبل كده خالص. ما وزنتيهاش بس انت حاسه ان هي نحيفه يعني؟ اه. طيب ماشي، خليكي معانا يا ساره، تابعينا عن طريق التلفزيون، شكرا لاتصالك. اول حاجه الشخص اللي زي كده، الطفل طبعا بيبقى ليه نظام خاص طبعا. وتغذيه خاصه جدا، لان هو يعني الغلطه معاه زي ما بيقولوا فور، تمام، لان لسه في مرحله نمو وتكوين جسم والكلام ده كله. طبعا في ناس طبعا الاطفال طبعا بيتصنفهم لمراحل من 3 ل 5 سنين، طبعا ده غير طبعا من سنه ل 3، ومن 3 ل 5، ومن 5 لحد 10، وبعد كده عندنا من 10 ل 15، ومن 15 لحد 18 سن البلوغ. طيب احنا عندنا الفئه اللي قدامنا ديت من 8 ل 10 او من 5 ل 10 زي ما كنا بنقول، في رقم 8 اللي هو 8 سنين. طيب الشخص اللي زي دوت او البنت اللي موجوده او الولد ايا كان، اول حاجه احنا بنعرف الوزن بتاعه زي ما احنا عارفين، الطول بنحسب ونشوف عدد السعرات الحراريه اللي بيحتاجها. هي بتقول عمرها وزنتها قبل كده؟ اوكي، لازم طبعا توزنها، لازم ده يحصل. طب ايه الاكل الطبيعي اللي تاكله عشان ما تتخنش قوي برضه؟ طبعا احنا ممكن نشوف ابننا ضعيف بس هو ما يكونش ضعيف، هيكون وزنه كويس، بس احنا شايفينه ده ضعيف، ده هفتان. طبعا الاطفال من وهي صغيره احنا ما عودناهاش ان هي تاكل او تدوق الحاجه، بترفض طبعا، لان معامله الطفل طبعا بتكون صعبه شويه، ولكن انا لازم يعني احاول بكل سلاسه وبكل هدوء في التعامل معاه، ان انا اقدم له خضار في الاكل، اقدم له بروتين، اقدم له فاكهه، الحاجات الاساسيه، ابعده كتير قوي عن المشويات، وابعده عن الحاجات اللي هي الحاجات اللي مليانه مواد حافظه والمواد الغذائيه. بالظبط، ابعده عن المشروبات الغازيه. انا بشوف اطفال عندها 8 و10 سنين بتشرب كافيين، قهوه، ونسكافيه، ازمه كبيره جدا طبعا. هم بيدلعوا، ده هم بيفتخروا ان هم بيعملوا كده، واندومي وحاجات غريبه جدا طبعا. استاذنك يا دكتور، معانا اتصال. احمد، احمد من اسكندريه. الو، ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل معاك دكتور يوسف، قول لي. يا دكتور عندي تساقط شعر كتير. تساقط شعر. اوكي تمام، احنا زي ما كنت بقول من شويه لحضرتك متابعنا، ان احنا هنروح نعمل تحليل غرد جرات درقيه بي تي اتش، وهنعمل معاه كالسيوم، لان دول اللي مرتبطين بفكره الشعر، او فيتامين دي، لان لو ما عندكش حاجه نفسيه، وحط على كلمه حاجه نفسيه ديت مليون خط. شكرا لاتصالك يا احمد. نرجع تاني ان احنا البنت اللي عندها 8 سنين دي لازم تبعد عن المواد الحافظه والمشروبات الغذائيه، وهتعمل التحاليل عادي جدا، لان هتعمل تحاليل طبعا لازم تعمل التحاليل اللي هي بتاعت النحافه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي سي بي سي والستول واليورين، تمام، اللي هم صوره الدم والبراز والبول. كمان احنا بنكتب للطفل اللي بيجي حاجات مكملات. لسه هقول لحضرتك، في فيتامينات او مكملات للاطفال دي، فيروجلوبين، شراب، تمام،
ده بيكون فيه حمض الفوليك، وبيكون كمان فيه فيتامين بي 12 وفي حديد، فمميز جدا يعني، مالتي فيتامينز محترم جدا. في منه كمان كبسول للناس الكبيره، بس احنا بنستخدم الاطفال طبعا شراب. كل الاطفال ما بتحبش اللحمه والفراخ والسمك. لو بيحب الشوكليت، في بعض الشوكليت اللي موجوده في السوق حاليا بتحتوي على حديد، فانا ممكن اجيبها له، بس ما اروحش العلبه، ممكن اجيب له الحاجه واحطها. في فيتامينات عامله زي الجيليكولا دلوقتي طالعه كده، كل الاطفال دي بتحبها قوي. دي كلها فيتامينز كويسه، لكن العاده السيئه اللي ممكن تواجهنا سواء مع الاطفال او من الناس الكبار، ان احنا مفيش حاجه اسمها في مصر دواء بيحرق او بيخسس. تمام، معانا جيهان من الجيزه. ايوه يا جيهان. الو. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ اتفضلي سؤالك للدكتور يوسف. انا عايزه دكتور يوسف لو سمحتي. انا بشكره. اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ انا مدام جيهان من مجون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بشكرك لان حضرتك اللي خدتني. لا لا، ميرسي جدا على ايه، بس ده يعني هو طبعا ده كرم من عند ربنا والتزام من حضرتك في الاول وفي الاخر. اراده، برافو عليكي. قولي لنا بقى، نزلتي من كام كيلو بقيتي كام كيلو؟ ايه تاني؟ انا بقول على شطارتك يا دكتور. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده كرم من عند ربنا، ربنا يخليك. حضرتك دكتور بفتخر بيك ودكتور شاطر. ربنا يخليك، شكرا يا ماما. نشكرك على اتصالك يا جيهان. نشكرك. مدام جيهان ديت الحاله اللي يعني كان عندها سكر وعندها كان عندها كانسر في البريست للثدين، عندها ورم وشال جزء منه، عندنا ان هي شال الرحم، عندنا مشاكل كتير جدا كانت حالها كومبليكيتد. عندها اراده. عندها طبعا اراده، ده دي كانت سبحان الله، برافو. ونزلت وسكرها مظبوط، وبيجي لي متابعه حاليا كل اسبوعين، ووزنها ممتاز، وهي بقت يعني في حاله صحيه كويسه. الكوليسترول كان عندها عالي جدا. لما مشيت مع النظام، وهي بصراحه ما تعبتنيش لانها كانت ملتزمه جدا وعندها اراده، فنزلت بشكل طبيعي جدا من غير اي ادويه. دي في قدوه هي يا جماعه، يا ريت كلنا نقلدها. لا لا، حاله فعلا من الحالات الصعبه، يمكن من اصعب الحالات اللي انا قابلتها. ما نقولش لا احنا مش هنخس، لا انا تعبان، انا باخد علاج، انا مش قادره كمان. لا، احنا بنتكلم على مثال صعب اهو، مش حاجه نقول سهله. عندها امراض اصلا، امراض ضغط وحاجات كتير جدا، فمشاكل كتيره اصلا. السكر لوحده، مريض السكر بيعمل حاجه اسمها ريزيستنس، اللي هي المقاومه للجسم، ان هو ما بينزلش. فدي ازمه بالنسبه لنا، بتقابلنا كتير كدكاتره التغذيه. تمام. فطبعا بالنسبه لها هنا هتكون ملتزمه بالشكل ده، فبرافو عليها يعني. برافو عليك يا جيهان. ومعانا ام ندى. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال الدكتوره على سؤال. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا ام. يا دكتور انا ما بخس، يعني بخس يا ما بعمل دايت او اي حاجه، جسمي ما بينزلش خالص. اوكي. ما عندهاش. فعايز اعرف نظام غذائي يعني يكون كويس. يعني انت لما بتعملي نظام الدايت، انت بتنزلي ولكن جسمك مش بينزل، انت بتخسي ممكن. لا، مش بنزل يعني. مش بتنزلي اصلا. بنزل، بس اللي يشوفني يقول لي انت خسيتي. اوكي. بس على الميزان مفيش، مش بنزل خالص. اوكي، لسه كنا بنتكلم في النقطه ديت. تابعينا يا ام ندى، تابعينا عن طريق التلفزيون، بشكرك لاتصالك. لسه بنتكلم في النقطه ديت، احنا بنقول ان هو هنا الدهون هي اللي بتتحرق والعضلات بتزيد، فوزنك ممكن يكون ثابت جدا، مفيش مشكله. بس شكلها بيخس عادي طبيعي. ممتاز جدا. ممتاز ممتاز. اهم حاجه عندي الشيب دوت، مش الشيب ده مرتبط بالفات اللي موجود عندي في الجسم. لو الشيب بتاعي مش كويس يبقى انا خلاص. طب ايه بقى يحصل عشان مثلا الوزن ينقص على الميزان؟ ينقص على الميزان نعمل ايه؟ لا، دي يعني بتبقى معاها، بتصطحبها مشاكل تانية كتير. الا بقى لو انا الميزان بتاعي زي ما قلت ان بادي بيطلع لي، بيطلع لك فيثبت لك، فانت تهدى نفسيا ان انا انت خسيت. بيفضح المريض، هو بيفضح المريض فعلا. انت عندك نسبه الحرق تمام، لكن مفيش اي مشكله. بالظبط. فالفكره كلها ان انا ممكن حضرتك تيجي تنزل اول اسبوع 2 كيلو مفيش مشكله خالص، والاسبوع اللي بعده تيجي ثابت. ليه؟ لان حضرتك اللي نزلتهم دول ميه. لنا كده بسرعه يا دكتور، نظام الصيام المتقطع او نظام الكيتو، ايه الاضرار بتاعتهم، ايه الفوائد بتاعتهم؟ هو طبعا هو بشكل جنرال تمام، كلهم بالفاستنج والكيتو تمام. الكيتو بيعتمد على الدهون ونقلل الكربوهيدرات، صح؟ بالظبط. والنظام الكيميائي بيعتمد على احنا ناخد ايه، الفاكهه، الخضار، الحاجات ديت نمشي عليها، بنمنع نشويات، الحاجات ديت. لكن الفكره كلها ان انا ما ينفعش ان انا الزم نفسي بحاجه كده. انا الجسم بيحتاج الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم، بتخلصوا في كلمه كبد، كربوهيدرات اللي هي النشويات، والبروتين والدهون. البروتين والدهون لازم ناخد الثلاث حاجات، لازم اخد. انا طب هل نظام اللقيمات بيوفر لنا الحاجات دي؟ لان احنا بناكل كل الحاجات دي، بناخد نشويات وبناخد دهون وبناخد بروتين، ولا برضو لا؟ النسب تختلف. النسب. في النسب. طبعا.
لازم دلوقتي المفروض تقريبا هو بنقسمهم على 6 أو 7 وجبات بالظبط، ممكن نقسم بقى السعرات عليهم كلهم 6 7 وجبات دول. بس طبعا بحتاج ان انا اكون حاسبهم كويس جدا. هو معظم الدكاتره ما بتمشيش بنظام اللوكيميت، وطبعا بيشتغلوا بالفاستنج يا اما الكيميائي يا اما الكيتو. ده يعني الدكاتره كتير بتعمل كده، بس انا ما بنصحش بصراحه ان احنا نلتزم بالحاجات دي. طب يا دكتور لو الوزن زياده قوي قوي ينفع ناخد ادويه مع النظام الغذائي؟ كنت بوضح حالا ان احنا ما عندناش حاجه بتنزل الفات الموجوده في الجسم، ولكن عندنا حاجه واحده بتنزل الفات اللي في الاكل اللي احنا بناكله زي الاوليستات. الاولي اوكي ده الحاجه الوحيده اللي بتنزل الفات اللي في الاكل. طيب في حاجه تاني ممكن زي ادويه كده زي الباسيليوم، باسيليوم ماسك والبن الاخضر بيتكون في بعض الادويه من شركات بيتجمعوا، ممكن يعمل حاجه اسمها تكميم للمعده بديل العمليات اللي احنا بنتكلم عليها. المعده بيكون لها شكل معين، فانا بنزل اخد بعد ما بشرب الحاجه بتعمل كلكع فبتاخد نص المعده، فبتفضل جزء صغير انا بملاه عن طريق الاكل بس. نشكرك يا دكتور يوسف، نورتنا الحلقه دي، يا رب كلكم تكونوا استفدتوا. استنونا في حلقه جديده من يلا نخس، اشوفكم على خير.